بسم الله، اهلا بكم يا شباب. مع النهارده مع الباشمهندس مع فيل لويد، هيشرح لنا ان شاء الله تعالى التفاصيل بتاعه المنتجات الخاصه بيه. اتفضل باشمهندس. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. معكم شركه فيل لويد، احنا مختصين بمكاين عد الوقود، طابعات الجرود، خزن الحديديه، اجهزه القبول والانصراف، اكسس كنترول، طابعات الاسابيع، وعندنا خزن كوريه، خزن اوكرانيه، حتى الهودن سيفز، خزن بلغاريه. مكاين عند النقود اللي بتجي درج واحد، درجين، 50 عملة، 3 أدراج، وكاميرات مراقبة، أكسس كنترول. أهلا وسهلا فيكم في الانترسك. أهلا وسهلا فيكم. طيب احنا محتاجين بس نعرف أكتر عن مكاين عند النقود، لأن هي يعني من أحد المجالات اللي احنا بنشتغل في السكشن ده، والناس عايزه تعرف اكتر عن طبعا الماكينات دي بتشتغل ازاي. حتى عامه الناس يعني بتحب تعرف الماكينه بتشتغل ازاي. في عندك مثل هالماكينه، هل في نسبه ايرور في الماكينه؟ هاي الماكينه اول شيء ميد ان كوريا، دبل سي، حساسين دبل سي اي اس، تقرا الاتجاهين، تعطيك المبلغ الاجمالي، فيها 10 عملات وبتتحدث لل20 عمله، حتى ريال، دولار، يورو، بريتش باوند، اماراتي، كويتي، بحريني، قطري، مصري، عماني، واكيد اي عمله فينا نضيفها، حتى فيها ابديت العملات الجديده، وبتقرا الارقام التسلسليه، يعني بتنزل الفلوس وبتحط لك سيري نمبر، ممكن تعمل برنت عليها وبيطلع لك سيري نمبر بكل الفلوس اللي عديتهم مكتوبين كتابه. عندك زي هذه وهذه اللي فيهم درجين، ترمي الفلوس المزوره فوق والباقي بينزل لتحت. يعني احنا عايزين نعرف بقى بتتعرف ازاي على الفلوس اللي مزوره. الفلوس المزوره هي بتكشفها من كذا طريقه، من الاشعه النفسجيه، بالمغناطيس، بالخيط الحديدي، ومن الانفراريد. يعني اربع شغلات مع بعضهم ماشي سوا، وكل ماكينه بمميزاتها وش اسمها. وفي مكاين زي هذه حتى بترتب لك الفلوس القديمه والجديده، الفلوس الشويه تعبانه عن الفلوس اللي بتجي زي كانها جايه من البنك لسه، يعني فيها مميزات حتى اعلى مع الديب ديتكشن، مع كل الشغلات. طيب ايه المناسب للاشخاص الاستخدام العادي في المحلات الكبيره مثلا، ان هو يعرف ان الفلوس مزوره او الفلوس مش مزوره، او يعرف يشوف حاجات نوع العملات زي ما انت تفضلت، هل هي القديمه شويه الحديثه؟ هلا اكيد معظم اول شيء العميل بده الفلوس، يا بده يعرف اذا هو عاوز ماكينه بتجمع مخلط او عدد اوراق، هذه نمبر 1. من بعدها اذا عاوز عدد اوراق، في مكاين فيري بيسك مثل هيدي الماكينه، وفي مكاين هيفي ديوتي مثل هيدي، على حسب استخدام العميل. يعني هيدي البيسك، هيدي الهيفي ديوتي، عرفت كيف؟ هلا اذا عاوز هو يجمع مخلط، ساعتها بتفرق معه المواصفات الثانيه زي العمله، زي السيري نمبر ريكوجنيشن، زي كل هالشغلات. يعني عرفت كيف؟ في عندنا مكاين حتى بتعد الهلل، بتقسم الهلل كل وحده بخانتها، جديد وقديم، وبتعمل له سيبريشن كل فئه لحالها، النص ريال، العشره هلل، الريال، شو اسمه، كل وحده بتحطها في درج لحاله، والمرفوض بيروح على خانه مختلفه. وفي طابعات الكروت طبعا، يلي طابعات الكروت العاديه بتطبع الكروت الصغيره، وفي بتطبع الكروت الباجز الكبيره بالحجم هذه. تمام. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لك. حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم.